بعد زيارة الفرق لألي على بيتي بلشت أول خطوة خارج البيت بهي الفعالية اللي بالنسبة لألي كانت كتير كويسة. في العزيمة والإصرار استطعت التخطي حاجز إعاقتي والاندماج مع المجتمع من حولي. أنا قادر فعالية تجعلنا جزء من المجتمع دون التميز عن غيرنا. طبعاً مرحلة التدريب كانت عبارة عن أسبوعين متواصلين، كنا نجيبهم من منازلهم للصلاة الرياضية ونرجع نوديهم من الصلاة الرياضية لمنازلهم. طبعاً أثناء التدريب نحن شفنا حماس منقطع النظير، شفنا المشاركين للأمانة كانوا مبسوطين للغاية، يعني بعد ما كانوا قاعدين بالبيوت ممكن بمجتمعاتهم ما في هذيك التسهيلات، اجوا قدروا يلعبوا بصالة رياضية، لعبوا كرة طائرة، لعبوا كرة طاولة وكمان شطرنج وبتعديلات بسيطة جداً جداً. التدريب مع هدول الأشخاص تدريب جداً ممتع، هني بيعطوك أمل بالحياة، ما عندهم أي عامل لليأس، بالعكس هني بيحفزوك لأنه أنت تكبر على كل المصائب اللي ممكن تواجهك. بادرت لتدريبهم من فترة منيحة معهم وتعلمت منهم الصبر، تعلمت منهم الأمل، تعلمت منهم الإصرار. كانوا قبل الفعالية شوي عندهم خوف من لعبة كرة الطائرة كونها جديدة، الحمد لله رب العالمين عملنا فعالية كرة الطائرة من أحلى الفعاليات اللي صارت، ما كان فيها أي خطأ، ما كان فيها أي شيء. جو التنافس اللي كان بيناتهم كان جدا رائع، حابين يفوزوا، حابين يفرجوا العالم إن هني قادرين يعملوا كل الرياضات. هي رسالة لكل المجتمع إنه نحن قادرين نضمن هدول الأشخاص، وهدول الأشخاص قادرين إنه يرجع يكونوا عناصر فعالين بالمجتمع، ولكن بدهم بعض التسهيلات. يعني على مبدأ تسهيلات كرة الطائرة والكرة الطاولة، تسهيلات صغيرة بالمجتمع ممكن تخلي هدول الأشخاص يرجعوا يصيروا أعضاء فاعلين بالمجتمع، وممكن نحن نرجع نضمنهم ضمن المجتمع.